أهلا بكم من جديد مشاهدينا. الآن وصلنا لصفحات التواصل الاجتماعي. البداية دائما مع تويتر، اخترنا لكم أول هاشتاج عنوانه كان غطوا الطفلة المشتهى. الهاشتاج جاء تفاعل مع ما ذكره الشيخ عبد الله الداود عبر إحدى القنوات الفضائية، واللي قال فيه ما يلي: الفتنة قد تبدو واضحة في الطفلة، قد يكون أحيانا أوتيت بسطة في الجسم يبدو عليها جمال، يبدو عليها يعني بدانة أو شيء من هالقبيل، فتجد أنها في صورة من التكشف والعري الذي يعني أظن والله أعلم أن هنالك فتاوى للعلماء في تحريم هذا الأمر حتى ولو كانت لم تصل إلى مرحلة البلوغ، لأن الطفلة متى ما كانت مشتهى فإنه يجب على الوالدين تغطيتها وحجابها. طبعا مشاهدينا، أثار حديث الشيخ عبد الله الداود حفيظة كثير من المغردين، طبعا كان الغالبية اعتبروه تشويه للإسلام. اخترنا لكم من هذه التغريدات فهد اللي قال: في المجتمعات المتوحشة دوما يقع اللوم على الضحية لا الجاني، والواجب أن نفقع عين من يشتهي الأطفال. أما من هاشتاج الإعجاب بين الفتيات فغردت شادية خزندار: العزل بين الجنسين عواقبه وخيمة على المجتمع، دعوا الأمور كما خلقها الله ولا تغيروا في خلق الله، أليس الله بأحكم الحاكمين. الآن مشاهدينا راح نروح لهاشتاج آخر نشط كثير اليومين اللي راحت، وكان عنوانه: سمر المجرن أنا بالسعودية كالبهيمة. جاء هذا الهاشتاج كرد فعل على تغريدة للصحفية سمر المجرن اللي أكدت من خلالها برغبتها في الحصول على الجنسية الإماراتية لتشعر بإنسانيتها. إيش حقيقة الموضوع؟ اخترنا لكم من هذه التغريدات تغريدة لتركي الضفيري يقول: المتابع لكتابات سمر المجرن يشخص من خلالها أنها تعاني من اكتئاب وطني. عموما كانت بعض الردود الفعل اللي صفوا مع سمر المجرن اللي بعضهم كانوا لاموها على هذه التغريدة. راح نعلق مشاهدينا على هذا الجدل اللي صار مع الكاتبة نفسها الأستاذة سمر المجرن. أهلا وسهلا بك معنا. يا أهلا وسهلا. أهلا يا ميسة، كيف الحال؟ الحمد لله بخير. أول حاجة خليني يعني أسألك، بعد هذه الضجة اللي صارت، إيش صحة هذه التغريدات؟ خصوصا أنه أمس أنا حتى قبل ما نام شفت بنتك، إذا كان هذا الشيء صحيح، كتبت أنه الحساب مخترق. صحيح. أنا طبعا أمس المساء فوجئت باتصالات جتني من زملاء، وقلت لهم أبدا، لأنه أساسا أنا خارج السعودية. وماني يعني مشغولة جدا، وماني متواصلة مع التويتر. فاستغربت أنه أيضا في تغريدات كمان قبل كم يوم، يعني أنا حسبتها لقيتها 4 أيام وبعضها تركتها أنا، قلت خليها وقفلت الحساب. علشان إيش؟ يعني ممكن إحنا أمنيا نشوف ونعرف مين اللي مخترق حسابي ومين اللي قاعد يكتب بالطريقة المسيئة هذه لي. طبعا أنا لما أتكلم عن جنسية والأمور هذه، هذه مستحيل أصلا أحد يصدق، وخصوصا المتابع لسمر المجرم أنه أكتب كلام زي كذا. وبعدين يعني أنا أعتقد أني إنسانة أملك الوعي الكافي في معرفتي أنه الجنسية الإماراتية أصلا لا تعطى للسعوديين لأنه في اتفاقية. فكيف أنا يعني بهذه المعلومات اللي عندي وأطلب شيء زي كده، وأنا جنسيتي السعودية لا أتنازل عنها بأي حال من هو الأحوال. كتب في البداية أنه حضرتك ندمانة على الجنسية القطرية اللي ما خدتيها وبعدين تبغي لا الإماراتية. لا لا ولا أخ ولا غيرها، ما عرضت عليك قبل كده القطرية؟ لا ولا عرضت شيء، ولا عرض علي شيء. أنا جنسيتي سعودية وعشت وأموت إن شاء الله سعودية، ولا فكرت ولا عندي اكتئاب وطني. بس أنا قبل ما أختم معك سيدة سمر، خليني بس أسألك، يعني ليش سمر المجرن تحديدا يوم ما أخترق حسابه أخترق بهذا الشكل؟ هل في ناس يعني تبغى تمسك عليك حاجة من هذا النوع؟ طبعا لأنه في محاولات لتشويهي، أولا تشويهي اجتماعيا، ومحاولات أخرى لإيجاد ثغرة أو مشكلة بيني وبين السلطة أيضا. لأنه هذا مثير يعني للجميع، ما في أحد بيقبل، بيقول لك كل ما يبغى أنا ما نبيه، اللي ما يبي أي أحد يعني. هل راح تعملي تاخذي إجراءات أمنية حول هذا الموضوع؟ راح تحاولي تعملي شيء؟ كيف؟ أنا طبعا كتبت رد، أنا أغلقت الحساب، ترديته وأغلقته عشان نهائيا خلاص ما يصير فيه يعني أي تلاعب، لين أضمن أو يكون فيه سيفتي. حسيت أني أضمن أنه ما يخترق. الأمر الآخر أني أنا كتبت بكرة في جريدة الشرق ردا على الكاتب اللي حتى شخصا الموضوع خالد السيف،
معلش يعني لازم كمان ما تزعلي كثير، لانه في ناس فعلا ينصدموا من هذه المواقف يعني. اي طبعا اكيد، لانه ممكن اي حد فينا يخترق. وبعدين على فكره يعني طالع اليوم حتى او أنت تصريح من نفس اداره تويتر انه في ما اعرف كم مليون او ربع مليون شخص مخترق حساباتهم بما فيهم عرب. وانا متاكده طبعا ان اللي اخترق بهذه الطريقه هذا احد يعني يتابعني ويقرأ. انا بس اللي استغربت بصراحه في الاختراق، انه عاده إيميلي. اي شخص يخترق حسابه يحط لا اله الا الله والحجاب والامور هذه، بس معاكي ما صار هذا الشيء وصارت تعطي اشياء لا يعني لا لا لا. خلت الناس فعلا تصدقها. اي نعم. لا لا لا، المخترقين يعني صاروا اذكى على فكره. يعني وصاروا يعني يحاولوا حتى يقلدون اسلوب الكاتب، ولاحظنا يعني بعض الكتابات اللي تم التعرض لها. انا اتمنى لك يعني طبعا انا يعني اشكركم جزيل الشكر لانكم اهتميتوا بهذا الموضوع وخليتوني فعلا ارد من خلالكم. اما طبعا في بالنسبه للصحف الالكترونيه اللي ما راح تعتذر، يعني انا من خلالكم انا دي الصحف الالكترونيه اللي كتبت عن الموضوع بالاعتذار وتكذيب هذا الموضوع وكتابة أنه حسابي مخترق، والصحف التي لن تعتذر راح أرفع فيهم قضايا طبعا إلى وزارة الثقافة والإعلام. نعم أنا أتمنى لك كمان تقومي بالسلامة، بما أنه طلع كلام بنتك صحيح وحضرتك حامل، إن شاء الله تقومي بالسلامة وإقامة طيبة خارج السعودية لما ترجعي. شكرا جزيلا لوجودك معنا الإعلامية السعودية سمر المقرن. مشاهدينا راح نروح الآن لليوتيوب، اخترنا لكم منه مقطع عن سرقة محل هواتف في السالمية، نتابع. ضعت ما عرفت سلمية الكويت ولا سلمية في السعودية، ما عرفت. المهم نروح لحساب سيدتي نت على الفيسبوك، اخترنا لكم منه مشاهدينا مسجد ينتج الطاقة الكهربائية من حركة المصلين، إذ قرر إقليم بورصة التركي بناء مسجد ينتج طاقته الكهربائية بنفسه لاستخدامها داخليا وبيع الفائض من خلال الضغط الذي يقوم به المصلون على الأرض خلال أداء الصلاة. ومن المتوقع إنتاج 120 كيلو واط يستهلك المسجد منها 50 فقط، فيما سيتم بيع الباقي للدول. وقال مدير المشروع: سنقول للمصلين بإمكانكم شحن بطارية هواتفكم النقالة هنا لأنكم أنتجتم هذه الطاقة أثناء الصلاة في هذا المسجد. عموما إذا حيشحنوها بس أوكي، بس إذا حيخلوها شغالة وترين طول الصلاة فأتمنى أنهم يطبقوا نفس اللي طبقوه في مسجد في لندن زي ما قرأناه من كم يوم في البرنامج. حساب سيدتي نت على تويتر اخترنا لكم منه نصائح من مطبخك للمحافظة على زواج سعيد، إذ تقدم سيدتي نت عددا من النصائح التي تجعل حياتك الزوجية مفعمة بالنشاط والحيوية والطاقة. من هذه النصائح العسل والقرفة وثمار البحر. للاطلاع أكثر المشاهدين على تفاصيل الموضوع بإمكانكم زيارة صفحة سيدتي نت على الإنترنت. عموما مشاهدينا راح نروح الآن لفاصل قصير ومواصلين معكم سيدتي نت أو سيدتي برنامج سيدتي، خليكم معنا. أنت متفوقة معها والطموحة معها، أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلة.